يا اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد، معاكم احمد براي. فيديو النهاردة هيكون من نوعية مختلفة شوية عن معظم الفيديوهات اللي عملتها في القناة قبل كده. نوعية الفيديوهات دي هتكون عبارة عن اني في كل فيديو هتكلم عن كلمة او مصطلح مشهور في مجال الموبايلات او التكنولوجيا بشكل عام، ممكن البعض ما يكونش عارف معناه يعني، او ممكن نكون بنسمعه كتير لكن مش عارفين اصل الكلمة دي ايه. فانا هتكلم عن الكلمة دي ونعرف معناها، لكن بقى مش هتكلم عنها بشكل مختصر ونقول معناها بس، لا انا هتكلم عنها بالتفصيل، هنعرف معنى الكلمة واصلها وكل حاجة عنها. وانا بفكر اسمي السلسلة دي مثلا مصطلحات تقنية او قصة مصطلح او حاجة زي كده، فانتوا اقترحوا عليا اسم لي السلسلة دي. فمثال على اللي انا بقوله ده هو فيديو النهاردة. في فيديو النهاردة هنتكلم عن كلمة النوتش، بس كلمة صغيرة جدا لكن هنقول عنها كلام كتير جدا، من اول ما هنقول ترجمتها ومعناها ومين اول من اخترع النوتش ومين الراجل ده وتاريخه ايه. كمان هنتكلم عن اول موبايل اتطبق فيه فكرة النوتش وتطور النوتش خلال السنوات الاخيرة ومستقبله في السنوات الجاية، وكل حاجة عن كلمة النوتش البسيطة دي. فقبل ما نبدأ الفيديو، لو لسه ما اشتركتش في القناة يا ريت تشترك، ولو عجبتك فكرة الفيديو ده او لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك. خلينا بقى نخش في الفيديو على طول. الترجمة الحرفية لكلمة نوتش معناها نتوء او قطع. طب ايه علاقة الكلمتين دول بالنوتش في الموبايل، او ايه علاقتهم بالموبايل اساسا؟ لو جينا للنوتش بتاع الموبايل فهو يعتبر قطع او شق برضو في الشاشة بتاعة الموبايل او في الحافة العلوية بتاعة الموبايل، عشان تستغل مساحة اكبر من الشاشة او تاخد شاشة موبايل اكبر. وكمان النوتش ده بيستغلوه برضو بيحطوا فيه الكاميرات وبعض المستشعرات وسماعة المكالمات وحاجات برضو كتير كده مهمة في النوتش ده. مش كده بس، كمان بيوفر لك الجنبين، بيوفر لك على جانبين ومساحة شاشة بقى تحط مستوى البطارية، الاشعارات اللي بتجيلك، الشبكات وكل الحاجات دي. وكل فترة حجم النوتش بيقل، كان الاول كان كبير جدا، دلوقتي بقى نقطة في نص الشاشة. فده كان معنى النوتش. بعد ما عرفنا ترجمة كلمة النوتش ومعناها وايه علاقة النوتش بالموبايلات، فخلينا نيجي لنقطة مهمة برضو، وهي مين الشخص اللي فكر الفكرة الغريبة بتاعت انه يحط نوتش في الموبايل. يعني احنا كلنا كنا عارفين ان الموبايل بيجي بحافة علوية وحافة سفلية عادي، وكان الموبايلات شغالة وبيطوروا في المواصفات بتاعة الموبايل، لكن مين الشخص اللي فكر او اخترع لنا فكرة النوتش الغريبة دي؟ الشخص ده وهو اندي روبن. على فكرة الشخصية دي شخصية مهمة جدا وليه اختراعات كتيرة جدا، يعني غير ان هو اخترع النوتش هو كمان مؤسس نظام الاندرويد اللي كلنا او معظمنا بيستخدمه حاليا في كل الموبايلات. كمان هو اسس، ويعني هو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة دينجر لينك، واللي هي يعني كانت بتصمم البرامج وكمان تقريبا بتصنع اللابتوب او البي سي وبتعمل البرامج ليهم. غير ان هو كمان اسس شركة الاندرويد دي، هو حاليا نائب رئيس قسم المحتويات الرقمية في شركة جوجل. غير كده كمان هو حاصل على 4 براءات اختراعات قبل كده. فبصراحة الشخصية دي مهمة جدا، ومعظمنا يعني انا وانتم ما كناش نسمع عنها، فدي بتبقى ميزة الفيديوهات دي ان احنا بنعرف معلومات جديدة. نيجي لنقطة مهمة برضو، وهي ازاي بدأت فكرة النوتش، او ايه اول موبايل اتطبق فيه فكرة النوتش دي. معظم الناس عندهم اعتقاد خاطئ ان اول شركة طبقت النوتش في موبايلاتها وهي شركة ابل، وده طبعا اعتقاد خاطئ، لان اول موبايل بدأ فيه النوتش وكان في شهر اغسطس 2017، وهو موبايل من شركة شارب اسمه شارب اكويس S2، ياريت يعني يكون نطق صحيح للموبايل ده. بعد كده كان في موبايل تاني من شركة اسنشال برضو طبق الفكرة دي، واللي هو اسنشال BH1. فدول كانوا اول موبايلين اتطبق فيهم فكرة النوتش، مش زي معظم الناس ما فاكرة ان ابل هي اول شركة طبقت الفكرة دي. بعد الموبايلين بقى دول ما عملوا فكرة النوتش، اول بقى شركة بعد الموبايلين دول فكرت تعمل النوتش ده وهي شركة ابل. في 2017 برضو كان اول موبايل ليها بيجي بالنوتش، واللي هو
الايفون اكس، فده كان اول موبايل مشهور او يعمل ضجة ان هو جايب نوتش، فعشان كده البعض او معظمنا يعني افتكر ان ابل هي اول شركة اخترعت ايه الفكرة دي. بعد كده بقى معظم الموبايلات كالعادة يعني او معظم الشركات كالعادة بدأت تتجه للفكرة دي بدون تفكير اذا كانت يعني الناس متقبلها او مش متقبلة الفكرة بتاعت النوتش دي. لا، كله بدأ مش عايز اقول يقلد، لا يطبق الفكرة دي. هواوي وون بلس وفيفو وكل الشركات بدأت تطبق فكرة النوتش دي. ودلوقتي بدأ اشكال النوتش تتغير وبقى يعني بقت افضل شوية من السابق. يعني الايفون اكس كان النوتش فيه كبير جدا، فمعظم الشركات بقت تصغر النوتش ما عدا ابل هي اللي محافظة على شكل النوتش الكبير ده. وزي ما قلت ان احنا الفترة دي بقينا نشوف تغير في حجم النوتش من الحجم الكبير ده اللي كان شكله مزعج شوية العين، بقى اصغر شوية وبقى يعني زي نقطة المية بالظبط اللي هو الووتر دروب نوتش. بعد كده كمان بدأنا نشوف الشاشات الكاملة، الكاميرا يعني الشاشة كاملة ما فيهاش اي ثقب او اي نوتش او اي حاجة، والكاميرا الامامية بتيجي على اي بوب اب. وتقريبا اول موبايل شفناه طبق الفكرة دي واللي هو الاوبو فايند اكس. بعد كده يعني اخيرا بقى بقينا نشوف ان الكاميرات الامامية بقت بتيجي على اي ثقب في الشاشة واللي احنا بنسميها هول بانش، وانا شايف ان دي الامن والمكان الافضل والمريح للعين اكتر. فبصراحة يعني اما وصلنا لفكرة الهول بانش دي بقت الفكرة الاكثر فعالية او المناسبة لاكتر عدد من الناس. بكده نكون اتكلمنا عن كل حاجة، عن كلمة النوتش معناها ومخترعها واول موبايل اتطبق فيه فكرة النوتش وتطورها في السنوات الأخيرة. فياريت تقولولي رأيكم في فكرة السلسلة دي، وياريت تقترحوا عليا برضو اسم ليها، يعني مصطلحات تقنية أو قصص ومصطلحات أو حاجة زي كده، فياريت تقولولي في التعليقات تحت. ويا رب يكون بقى عجبكم الفيديو ده، وأشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله.